السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وجبة عشاء خفيفة سهلة في التحضير، اقتصادية. في عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابوناو في لاشين باش تصلوا جديد الوصفات. كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارتاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجو في المكونات. عندي هنايا حبة بصل قطعتها قطع صغيرة، غادي ندير زيت الزيتون، ملح، فلفل أسود، زنجبيل وفلفل أحمر. غادي نرد البصل تشحر جيدا. غادي نجيب حبتين من الفلفل الاحمر. الى ما كانش كيتوفر الفلفل الاحمر ممكن انكم تعوضوه بالفلفل الاخضر، يعني الفلفل الاحمر كيجي احسن في هذه الوصفه هذه. كذلك ممكن انكم تمزجوا بيناتهم. كنقطعوا مربعات صغيره، كنخليو البصل حتى كيتشحر جيدا عاد نضيفو عليه الفلفل. من بعد ما تشحرت لي البصله غادي نضيف دابا عليها الفلفل. ونبدون يتشحروا جيدا. بعد ما بدات كتشحر لي الفلفل، انا هنايا عندي حبتين من الطماطم وملعقه من الطماطم المعلبه، خففتهم بقليل من الماء. غادا نضيف معاهم اللحم المفروم. وغادي نردهم يطيبوا جيدا. أخواتي من بعد ما طابت لي الطماطم واللحم المفروم فكنخليوها هكا كما كتلاحظوا خفيفه، ما كان يعني ما كنشحروهاش بزاف. هنايا عندي سلقت شويه ديال لي بات، كنبداو نخلطو. نحاول اننا نمزجو الكل جيدا.
كانوا زوج جيدا في الصينيه اللي كتدخل الفرن. على هاد الشكل هذا كنوضع فوق منه الجبن المبشور. الجبن المبشور كيبقى اختياري، يعني الا ما كانش متوفر ممكن انكم تستغناو عليه. صراحه الفلفل الاحمر كيعطينا نكهه رائعه، يعني بالحلاوه اللي فيه في الوصفه هذه. على هذا الشكل هذا دابا غادي ندخلو الفرن تيدوب لنا الفرماج ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. اخواتي فهذا هو الشكل النهائي ديال الكغاتان ديالنا، كيجي صراحه رائع كما لاحظتي. وشعلت عليه غير من التحت ومن الفوق دبلي الفرماج، فنشوفوا كيفاش جا من الداخل. كيجينا على هذا الشكل هذا. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.